أيمن. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل النهاردة بيقول لنا آية جميلة جدا: خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. الحياة وعد جميل للي ماشي في سكة ربنا وماشي مع ربنا، وعد جميل للي ماشي أو اللي بايت في حظيرة ربنا وربنا الراعي بتاعه. عجيب هو الله، عجيب إن الله الراعي هو الحمل، عجيب عجيب إن الله راعي الرعاة هو الحمل اللي متشبه بالخراف اللي زينا، لأنه أخلى جسده. الله الراعي أو راعي الرعاة في اللاهوت، ولما بقى في الجسد بقى زينا، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، بقى حمل زينا بالضبط. هو بقول خرافي تسمع صوتي، هو بقى زينا في الجسد واحنا بقينا زيه بالجسد، فيما هو بقى فيما خلى الخطية واحنا الخطية بتحاربنا، بس النهاردة نقدر نصدها لأن المسيح غلب الخطية وغلب الموت. عجيب هو هذا الراعي، عمرنا ما شفناش راعي يبقى راعي وبالليل ينزل يبات مع الخرفان كحمل، ما شفناهاش. إنما الله من محبته لينا، الله من محبته للبشر أخلى ذاته، أخلى ذاته، أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذا وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. الله اللي أحبك وهو راعي الرعاة بقى زيك حمل عشان يقول لك تعالى في نفس السكة اللي انت ماشي فيها انا مشيت فيها. نقول يا رب انت راعي، ايه اللي نزلك وتعبك؟ يقول عشان بحبك. نقول يا رب انت راعي الرعاة والعظيم اللي في السماء، ايه اللي نزلك ارضنا وتتعب هنا والناس تتعبك وتمشي تعمل معجزات والناس ما تقدركش، وتمشي يا رب تعمل حاجات حلوة في الناس زي ما قال الكتاب: كان يقول يصنع خيرا، كان يقول يصنع خير. والناس قبلت الخير ازاي؟ قبلت الخير بحجر وطوبة، كانوا يشوفوه بيعمل معجزة يجروا وراه بالحجارة ليرجموه، لدرجة انه اهل قرايبه قالوا عليه انه مختل. تخيلوا باللي بيجري معانا دلوقتي كان بيجري على مع السيد المسيح له المجد وهو على الارض. اللي بيجري دلوقتي معانا في الارض بيتهمونا، طب ما المسيح اتهموه. بيعملوا فينا حاجات ما تلقش، طب ما المسيح عملوا فيه اكتر من كده. المسيح اللي هتفوا ليهم احد الزعف قالوا: صنع يا ابن داود، مبارك الله في العالي، مبارك الاتي باسم الرب. هم اللي قالوا يوم الأربع والخميس أصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. ما تستغربش لأنك أنت بقيت ضمن الخراف، وما دام بقيت ضمن الخراف، خرافي تسمع صوتي فتتبعني. السؤال ربنا بوجهه لك النهاردة: هل أنت ضمن الخراف؟ هل أنت في الحظيرة ولا بره؟ لو في الحظيرة حبيبي هتسمع كلام جميل النهاردة زي ما قالت الآية: خرافي أنا تسمع صوتي، وبعدين أنا أعرفها فتتبعني، وبعدين اللي أحلى من كده كمان أنا أعطيها حياة أبدية. ويا رب تاني قال: لن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. شوفوا المزايا الجميلة اللي اللي عايش مع ربنا في حظيرة الخراف، اللي عايش مع ربنا في الكنيسة، اللي عايش مع ربنا في فلك النجاح اللي هو الكنيسة. الله بيعمل معاه كل ده. عشان كده اسأل نفسك النهاردة: الله فتح لك كل الأبواب دي، انت فين منها؟ هل انت في الحظيرة ولا بره الحظيرة؟
هل انت باعمالك بتقعد في الحظيرة ولا نفسك تتمتع خارج الحظيرة بوقت صغير بينتهي؟ تقول لا انا اتمتع بعيد عن الراعي ليشاور اللي بعصايته، ولا عايزه يضربني بالعصاية بتاعته وقول الطريقه. احيانا نرفض التوجيه، احيانا نرفض عمل الله. عشان كده النهاردة بقول خرافي تسمع صوتي. بتعرف تميز صوت ربنا؟ بتعرف النهاردة تعرف صوت ربنا ماشي ازاي وفين؟ هل بيجي لودنك وتميزه؟ ولا الدنيا زحمة معاك ودانك مختلطة بالعالم، ده يقول وده يقول وصوت الروح القدس يقوله كله بتخمده؟ ايه اللي شغال فيك؟ ايه اللي شغال فيك؟ هل بتسمع صوت الله؟ في أوشية الإنجيل لما ابونا بيصلي بيقول ايه؟ طوبى لأذانكم لأنها تسمع. بس بتسمع ايه؟ تسمع ما يقوله الروح للكنائس زي ما قال سفر الرؤيا. تسمع وصية، تسمع روح ربنا لما يتكلم. صموئيل الصغير لما ربنا نداله أول مرة، صموئيل معرفش الصوت لسه صغير، راح لأبوه علي الكاهن قال له يا أبويا أنت ناديتني؟ قال له لا يا حبيبي. تاني مرة، تالت مرة، وبعدين قال له لما يجي لك الصوت تاني قل له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. يا سلام لما يبقى ليك مرشد تسمع صوته، يا سلام لما يبقى ليك أب كاهن مرشدك وأبوك في الاعتراف ووجهك يقول لك دي قل له حاضر، وقول لك ابعد عن دي قل له حاضر، لأن أبونا عارف طريقة خلاصك. يا ريت نسمع. طوبى لأذانكم لأنها تسمع، خرافي تسمع صوتي. يقول لك الوصية قدامك سمعتها، تقول له لا أصل ودني مش واخدة على الوصية، أصل ودني بتقول إن الوصية تقيلة. وبعدين الكتاب والوصايا يا ليست ثقيلة. ربنا بيقول لك يا حبيبي أنا مش بدي لك حاجة فوق طاقتك أبدا، مش ممكن أدي لك حاجة تتعبك. أنا بعايز أبعدك عن العالم اللي بيتعبك، اللي العالم يفقدك كل المزايا اللي اتقالت في الآية دي، كل المزايا اللي في الآية دي. قال خرافي تسمع صوتي، وبعدين يا رب قال أنا أعرفها. يا سلام لما ربنا يعرفك. طب يا رب أنت مش عارف الكون والخليقة؟ قال عارف، عارف كل حاجة، عارف كل حاجة عن كل شيء موجود في العالم، وحتى اللي داخلك أنت بتفكر فيه. طب أمال يا رب عايز تعرف إيه؟ أنا أعرفها. عايز تعرف فيها إيه؟ قال عايز أعرف مشيئة، معرفة الاختبار اللي فيك، عايز أشوفك أنت تعرفني ولا لا، تعرف إن أبوك اللي مات علشانك ولا لا، ولا سمعت بس؟ ما احنا سمعنا عن خلاص العالم، وسمعنا عن خلاص العالم كله، ربنا خلص العالم كله، بس هل كل العالم خلص؟ لا. هل كل العالم قبل هذا الخلاص؟ لا. ففي حاجة لسه ما تعرفتش. الله يعرف كل حاجة، كل شيء، يعرف كل شيء لأنه ضابط الكل، إنما يعرف إنك أنت اختبرته. هل أنت دقت ربنا؟ هل في تناولك باستحقاق؟ هل في تناولك وانت بتحب أخوك، ولا ما زلت لسه محتفظ ببعدك عنه، أو مش عايز تكلمه، أو مش عايز تكلميها؟ احنا لسه بدري. عشان كده قال في الآخر هيقولوا ناس يقولوا أليس باسمك تنبأنا وصنعنا قوات وأخرجنا شياطين؟ يقول لهم إيه؟ لا أعرفكم. ما تعرفناش إزاي يا رب؟ ده أنت ضابط الكل، ده أنت اللي خلقتنا. يقول لا أعرفكم معرفة التعامل، لا أعرفكم معرفة القرب. في المثل البلدي بنقول تعرف فلان؟ لا معرفوش، ما عملتوش يبقى معرفوش. ده المثل البلدي. وانت جربت ربنا؟ صرخت له في وقت ضيقتك؟ احتملته لما يتأخر عليك في مشيئته، ولا لما تأخر في صلوة والتانية قلت له ما اعرفكش، ما انا صليت لك عملت لي ايه؟ ما احنا بنعمل كده. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها. ربنا يعرفك باسمك ولا لسه؟
ده الملاك قال لدانيال أنت محبوب، أنت المحبوب، وربنا يقول لك أنت ابن الحبيب. هل أنت ابن الحبيب؟ ما زلت؟ قال لك الكلام ده في المعمودية، ما زلت الابن الحبيب ولا تخليت عن المحبة دي؟ خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها، والخطوة اللي بعدها بعد ما تعرفها تتبعني. تبتمشي ورا الراعي بتاعك ولا عامل لك راعي لوحدك؟ مين انت بتتبع؟ مين بتتبع؟ العالم وسعر الدولار، ولا ماشي مع ربنا وحياة ربنا ومش همك الدنيا دي لأنها متسابة؟ تمشي مع مين؟ بتتبع مين؟ ده مرة من المرات ربنا أعد على واحد قال له لاوي اتبعني، ترك كل شيء وقام وتبعه. ولما ربنا بقول لك كده النهاردة وانا بعيد شوية هتبع ولا لسه برضو متخوف؟ ربنا بقول لك النهاردة تسمع صوتي، عايز اعرفك، اتبعني، عشان بعد كده هيبقى لك مزايا كتير قوي وانت بتتبع ربنا. حبيبي، في اتنين من التلاميذ مرة قالوا له قول لنا انت قاعد فين، قاعد فين، ما تقول لنا عشان نيجي معاك. قال لهم اتبعوني، تعالوا اتبعوني. تركوا، كل واحد ترك حاجة، لدرجة الكتاب قال تركوا الشباك وتبعوه، وناس تركوا أباهم وتبعوه. تركوا أباهم وتبعوه يعني أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا مش عايز حاجة من الدنيا. خرافي تسمع صوتي، البرية مليانة رهبان سمعوا صوت ربنا وراحوا سكنوا فيها وبيعبدوا. أم بنطونيوس سمع صوت ربنا، دخل الكنيسة سمع الإنجيل بتقري، بيقول عندك حاجة سيبها، اعطي وزعك للفقراء والمساكين، يكون لك كنز. سمع الكلام نفذ، باع كل حاجته وطلع على البرية، طلع على البرية عشان يعبد ربنا ويبقى أنطونيوس أبو الرهبان. لدرجة في مرة هو قاعد تحت شجرة جنب شوية مية، ست جت تغسل رجلها، فقالت له فقال لها يا ست انت جاية هنا ليه؟ مش شايفة ان في واحد راهب بيصلي وانت بتعري رجلك وتغسليها؟ قالت له هو الراهب يقعد هنا، الراهب يقعد في البرية الجوانية. سمع صوت ربنا من هذه السيدة اللي ما تعرفش ربنا، ودخل البرية الجوانية وصار أبونا أنطونيوس أبو الرهبان كلها للآن. اسمع صوت ربنا هتجد فايدة، اسمع صوت ربنا عشان ربنا يعرفك فتتبعه. خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني. طب هنعمل يا رب بعد كده؟ يقول لك أعطيها حياة أبدية، أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. أعطيها حياة أبدية. ربنا مش عايزك في الأرض عشان تتمتع بالأرض بس، ربنا عايزك تعيش أيامك في فرح في الأرض طول ما أنت باصص للسماء. عايزك تعيش السماء على الأرض، إنما بضيقات كثيرة وإحنا على الأرض ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات اللي المسيح أعده لنا. أعطيها حياة أبدية. يا أخي ربنا ادالك حياة أبدية مفرط فيها ليه؟ ربنا مديلك السكنة معاه بعيد عنه ليه؟ ربنا عايز يقول لك هتتعامل معايا على طول للأبد، عايز تبعد عني ليه؟ أعطيها حياة أبدية. يقول لي لا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. لما أبويا سر أن يعطيني الملكوت، عايز أخذ ملكوت بعيد عن أبويا ليه؟ أبويا قال لي ما تاكلش من دي، أقول له حاضر، لأن لما كلت منها تعبت وقعت وسقطت ومت. فربنا بقول لك حاسب، اتبعني، اسمع صوتي، هعرفك، هدي لك حياة أبدية. وبعدين لن تهلك إلى الأبد. مين في إيد ربنا ويهلك؟ مين في إيد ربنا ويخسر؟ مين في إيد ربنا وما يحسش إنه في سلام؟ مين في إيد ربنا ما يحسش إنه عايش مبسوط؟ لنا القوت والكسوة نكتفي بهما، مش عايزين حاجة تانية من الدنيا دي، مش عايزين حاجة من الأرض،
تغلى الأسعار، تهبط الأسعار، تغلى الفلوس، يغلى الدولار، مش بتاعنا، مش شغلتنا. احنا شغلتنا ايه؟ انا شغلتي عايش مع هنا في الارض لهدف المسيح عملهولي، عايش في الارض عشان امجد اسم المسيح، اعيش ملكوت الله هنا في الارض. الكتاب قال لنا كده، ها ملكوت الله فين؟ داخلكم. ملكوت الله داخلي، عايش به هنا في الارض، ولما اطلع السماء قال لك اعطيها حياه ابديه ولن تهلك ولن يستطيع أحد أن يختطفها من يدي. بقى أنت ممسوك في إيد أبوك السماوي وخايف الشيطان يحاربك، ما يحاربك، ما أنا بعرف أصده، أقول له اذهب عني يا شيطان، لا أعرفك، أنت مش بتاعي، أنا خلاص، أنا خدت البنوة في المعمودية، وخدت البنوة في رشم الميرون، وخدت البنوة لما المسيح سكن فيا، لما اتحد بيا من خلال سر الإفخارستية والجسد والدم. انت خايف من ايه تاني؟ الوعود بتاعت النهاردة وعود جميلة، وعود مشجعة، وعود تشبعنا بربنا، تخلينا دايما ناظرين الى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. ياريت نبص لوعود النهاردة ونحس ان ابونا السماوي بحبنا، حبنا ومات من اجلنا، وبكرر النهاردة الوعود وقول لنا كده، اسمع صوتي عشان اعرفك، اسمع صوتي عشان اعيش معاك، ولما اعيش معاك تتبعني، اقول لك تعال، اقول حاضر. جرس الكنيسة بيضرب، بقى صلي. كتاب المقدس في بيتي، كتاب المقدس في بيتي. يمكن في بعض البيوت الكتاب المقدس كله تراب مش بتفتح. ربنا بقول لك النهاردة اسمع صوتي، اسمع صوتي من خلال الكتاب المقدس، وانا اسمع صوتك من خلال صلواتك، عشان يبقى بيني وبينك في معرفة. ساعتها تعرفني، ساعتها تعرفني فتتبعني، تسيب كل حاجة وتتبع. لاوي متى انت مبسوط النهاردة؟ العشار مبسوط، قال اعطي نصف اموالي للمساكين، واللي ظلمته اعمل فيه ايه؟ ارد له 4 اضعاف. خلاص الدنيا دي مش بتاعتي، انا غنيت بربنا، انا شبعت بربنا، انا خلاص بقيت غني بمعرفة المسيح خلاص. عشان كده بولس الرسول بيقول لنا الآية الرائعة دي، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، بغنى جوايا مليان بفيض، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ربنا يدينا نسمع صوته، ربنا يدينا نعرفه حق المعرفة، ويعرفنا حق المعرفة. ربنا يدينا ان احنا نتبعه عشان ناخد الحياة الابدية، وما يقدرش الشيطان يغلبنا ابدا. لله المجد من الان والى الابد.